نسمع أصواتنا لكل أحرار العالم، ولكن لا حياة لمن ننادي. فبعض الشعوب يهمها حياة قط أو كلب أو دب، وإذا حصل به مكروه وجدت وسائل الإعلام بكافة أنواعها تكتب عن هذا الحدث. ونحن في اليمن قد أكملنا الشهر الثالث من بداية الثورة، ولم نجد حتى الآن أي موقف مشرف تجاه ما يحصل في اليمن. ولكننا نقول لهؤلاء: إن لم تستطيعوا أن تفعلوا شيئا عمليا فكفوا عنا ولا تتدخلوا بشؤون اليمن. ونحن قادرون على أن نأخذ حقنا بأيدينا من هذا الطاغية وزبانيته الفقراء. familien bezahlen mit ihrem Tod, mit ihrem Leben. Und wir machen nur unsere Zeit. Das ist bitter. Man schämt sich. Ich persönlich schäme mich für meine Familie und für meine Freunde in Jemen, in Taiz, in Sanaa, in Aden, in Abyan. Diese Menschen sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren, außer unser Stolz, außer unsere Würde. Man kann unter Diktatoren nicht mit Würde leben. Man muss ihnen zeigen, dass man sagt, jetzt ist genug. Jetzt müsst ihr abhauen. إن احتلال الساحة لن يعيق الثورة ولن يقلص حركة الثوار. غادرت الثورة الخيمة منذ وقت مبكر، وهي الآن تسكن اليمن كله. تجاوزت إمكانيات التعويق والتفويض، صارت أكبر من أن تحتويها الساحات. من يقوي الآن على إيقافنا؟ من يستطيع اقتحام أرواحنا وحرق إراداتنا؟ قال الوطن كلمته الأخيرة، وما عاد المقدور أي قوة إسكات هذا اللهب الذي يطوق حكم الحثالة من كل اتجاه. لدينا الشباب، فبيدهم وبعزيمتهم وبقوتهم سيصنعون هم التاريخ وسيصنعون هذا النصر، فلا ينتظرون من أي بلد أن يقف معهم أو أن يكون بجانبهم. لذلك نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يقويهم وأن يشد على عزيمتهم. سنحرر الأحلام من تابوتها، ننسي الجراح وندفن الآلام، ونعيد للتاريخ روعة مجده، ويصير كرسي الطغاة حطاما. تفديك يا وطن الخلود حياتنا، نرجو الشهادة للحياة ختاما. إن التأخر في اتخاذ قرار دولي حاسم بشأن اليمن يوحي لنا جميعا بأن اليمنيين لا قيمة لهم عند هذه الشعوب وهذه الحكومات. فمتى سيتحرك العالم؟ لا ندري. وغدا ستأتي أرواحكم جريئة وقادمة لتكتب القصيدة المعلقة، تلعن كل ذئب قاتل، تمزق البارودة، تحيي الواجمة. يا سادتي، هذا خطاب الحالمة. نعم، يجب أن نحاكم هذا الرجل أمام الشعب وبلاطقته. لا بد عليهم أن يدفعوا ثمن كل قطرة دم سالت في ساحات التغيير. لا بد أن يتم مثوله أمام القضاء وأمام الثوار اليمنيين الأحرار. نحن لا نحتاج لأحد، شباب اليمن لا يحتاجون لأحد. لماذا يا أخوان؟ لأن ثورتنا هي ثورة القيم، ثورة الأخلاق، ثورة الشرف، ثورة الشجاعة، ضد الأنذال والخيانة والسفالة. شعبك فدائية، يمانية شبابية، يا حرة شعبك فدائية، يمانية شبابية.